تعالي نقول مقادير كتف مشوي بالزعتر ونشوف ده بيتعمل ازاي بالظبط. يلا يا صلاح. المقادير كالتالي. مقادير الكتف هو عباره عن كتف كامل زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين بقيه المقادير اهي. هو بس احنا ما عرفناش نحط اثنين جنب بعض، معلش صلاح. دي بقيه المقادير. زعتر فريش وعصير عنب. هقول لكم بنعمل ايه بعصير عنب ده. ملح وفلفل اسود، عسل ابيض، معلقه واحده عسل ابيض، وهحطه كمان فلفل اسود مع المقادير دي. حصى غير الفلفل المطحون، بس مقادير بسيطه جدا. والنهارده احنا في وصفات العيد قررنا ان احنا مش عايزين نزود في المكونات على الفاضي، مش عايزين نحط مكونات ملهاش لازمه او مكونات ممكن نستغنى عنها، لانه زي ما بنقول كل مره انه كل ما احنا زودنا المنكهات، كل ما زودنا الحاجات اللي فيها نكهات كتير على الاكل بيبقى ليها ميزه وعيب. بتدي طعم بس بتخلي طعم الاكل الحقيقي الاساسي الاصلي يختفي، واحنا مش عايزين ده يحصل. واروح جاي كده ايه حاطط في الهون فلفل حصى. حلو. والفلفل الحصى ده هروح جاي حاطط له ملح، ملح وفلفل حصى. حلو. وبعدين اجيب كام ورقه من ورق الزعتر كده، واروح جاي هنا ماسكها من اولها كده. ليه بعمل كده؟ عشان عايز كاني كده بفرط الورق بتاعها. امسكها من هنا كده واروح عامل كده، خلاص يبقى كده العود بصوا نضف. واروح ماسك الهون وابتدي ان انا اطحن. اول ما الاقي ان الفلفل الاسود بدا يتجرش اقدر احط زيت زيتون واكمل طحن. هناخد لحمه الكتف نفسها ونيجي نبص عليها هنا. انا طلبت من الشيف ان هو ما يشيلش الدهون اللي فوق الكتف قاصدا، لان انا محتاج الدهون دي اثناء التسويه. حلو. طب انا محتاج اعمل ايه؟ انا الكتف طول ما هو ملموم على بعضه كده، هو بيبقى شكله عامل كده، وهو ملموم على بعضه كده تسويته هتاخد وقت اطول وشكله في التقديم مش هيكون زي ما انا عايز. فبعمل ايه؟ بروح ماسك الكتف كده وابتدي ان انا افرده بايدي كده بشكل يدوي كده، مش محتاج اي شيء خارجي. وبعدين بالسكينه هروح جاي عامل ايه؟ هنقشر الحته بتاعت الموزه دي، وهناخد لحمه الموزه دي نحطها في اللحمه المفرومه. هناخد حته الموزه دي، حته اللحم اللي على سمانه المعزه او الخروف على حسب قطعه اللحم اللي احنا بنسويها، وهنحطها في الكفته. بعمل التالي، لما باجي اسوي قطعه لحم كامله باخد الحته اللي انا عارف ان هي هتاخد وقت في التسويه ومش هتطلع ممتازه، زي حته الموزه اللي كانت هنا دي. تمام. هاخد الموزه دي احطها يا اما في طواجن يا اما احطها في لحمه الفرم واشوي، ده هيطلع زي الفل. يلا انا بكمل تدليك كده، بصوا الشكل عامل ازاي. اوعوا صراحه على ليه، انا لسه ما عملتش في حاجه مهمه جدا. اوعي او اوعى لو انت هتخش تطبخ تجيب السكينه الصغيره وتفتح كده فتحات وتحط فيها التوم بقى والقرنفل. انا يعني طبعا في الاخر ليكوا حريه الاختيار وبحترم الطرق المتعدده، بس انا عندي هنا مشكله كبيره جدا. مشكله هنا انه الفتحات اللي حضراتكم بتعملوها دي بتبقى فاتحه في النسيج العضلي، عارفين كده؟ عارفين حته الموزه على سبيل المثال؟ مش انتوا شايفينها بعينيكوا كده عضله متصله ببعض وحواليها زي اطار لونه فضي كده بيلم الياف العضله دي مع بعض؟ السكينه اللي بتدخل فيها دي مع التوميه اللي بتخش بتعمل ثغره. ما هو ازاي اللحمه بتستوي؟ لما بتسخن السوائل جوه الالياف بتقعد تتحرك رايح جاي كده زي الميه اللي بتغلي هنا دي، بعد ما بتسخن تقعد تتحرك كده، ده شيء طبيعي يعني فيزيائي طبيعي. لما بيكون في ثغره في مكان كده مفتوح بيحصل ايه؟ تقوم السوائل الميه اللي تتحرك دي ما يبقاش ليها مسار متصل، في خرم في الموضوع، فبيحصل ايه؟ تروح طالعه منه، فلما تطلع منه اللحمه تنشف. هنا من الفاصل، قبل الفاصل حطينا الكتف في الفرن. المرقه بتتعمل من سلق العظم، ده في اي حاجه بقى. طب يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا كده هروح واخد العظم نفسه واروح جاي سقطه هنا في الميه. هحط بعد البصل والجزر هحط الكرفس كمان، واجيب ورق اللورة واجيب الفلفل الحصى. طب هل احط ملح؟ ما هو ده بقى مش زي ده، مش زي اللحمه اللي هو لما احط ملح في السلق ما تستويش والكلام ده كله، لا. فبعمل ايه؟ بسيبها تغلي 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 لغايه ما تظبط واشوفها هتقصر قد ايه، وازود لها انا شويه ميه. انا هعمل كده حالا وازود شويه ميه علشان
محتاجين ميه اكتر من كده لسلق العظم ده. بعدين وانا بخزنها ممكن اخزنها، هي طبعا ينفع تتخزن وبنشيل من عليها الدسم من فوق، وقصه كبيره جدا، ينفع ان هي تتخزن مملحه، وده بالنسبه لي افضل لان الملح بيشتغل كانه ماده حافظه طبيعيه. حلو، فانا بحط ملح بخلي عمرها اطول. طيب هنسيب ده كده هنا على النار، هنغطي عليه. للصلصه عايزين عصير طماطم، مقدار كوبايه عصير طماطم او كوبايه ونص، معلقتين معجون صلصه طماطم، معلقتين زيت، فصين ثوم مفرومين، وربع كوبايه خل. عايزين بقى معلقه عسل اسود، وهنا العسل الاسود هيغير شكل الفته المعتاد بتاعكم وطعمه وريحه الفته، بتديها طعم كده، طعم معتق، احنا بنسميه ارثي، طعم كده في نكهه التعتيق، النكهه اللي بتيجي او النكهه اللي موجوده في المش علشان هو معمول في زلعه، او موجود في العسل الاسود عشان معمول في زلعه برضو، متساب يتعتق ويقعد فتره، النكهه والطعم ده في صوص الفته هيعمل شغل قوي جدا. يلا بعد كده ملح وفلفل اسود وبصل مفروم، انا قلت لكم المقادير كلها خلاص، تعالوا بقى نشوف ازاي هنشغل المقادير دي مع بعض. احنا عملنا ايه؟ انا دلوقتي بقلب الصلصه على النار، هسيبها تسبك على نار متوسطه، لازم ارجع اقلل النار. هنعمل ايه؟ هاجي هنا العيش اللي احنا عملناه ده، عندي طريقه من الاثنين. حلو، الطريقه قليله الدسم ان انا هروح جايب الكزبره وارشها كده، والكمون واروح رشه كده. حلو، ومعلقه من الثوم واحطها هنا كده، مع معلقه من الزيت واحطها بالشكل ده بس، ودول كده هروح ماسكهم كده فارقهم خفيف خفيف كده لغايه ما اطمن ان كل حاجه اختلطت ببعض. طبعا رشه فلفل اسود ورشه ملح، حلو جدا. وبعدين بس ده زي ما هو كده هيتاخد، هيتحط في الفرن زي ما هو كده، هيتاخد يتحط في الفرن يتحمص، وبعد ما يتحمص في الفرن يطلع يتساب يبرد. ليه؟ عشان يبقى مقرمش. دخلنا العيش الفرن وقلنا ازاي العيش بيتحمص، وانه في طريقتين ينفع يتحمص في الفرن او ينفع يتقلي في الزيت، هيطلع نتيجتين مختلفتين. اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده عيش متحمر في الزيت ومتساب يبرد، فده بيخليه لونه ذهبي اكتر وبيخليه مقرمش اكتر. طبعا فكره التقديم او شكل طبق التقديم ده انتوا اللي هتحددوه في النهايه، دي يعني ده الاقتراح اللي انا بقترحه والشكل اللي انا شايف انه هيكون جيد، لكن انتوا في النهايه تقدروا تحددوا اللي انتوا عايزينه. احنا من عينينا يا استاذ لينس. يلا هننزل هنا كده بالعيش المحمر، وقلنا العيش ده ينفع يتحمر او يتحمص. صوت كرواشة العيش فعلا يا لميس حلو جدا، عندك حق، في ناس صايمه دلوقتي واحنا دلوقتي بنعمل حاجات بالنسبه لهم يعني ايه محتاجه قوه قلب. نقدر ننزل كمان بقى بمعلقه من المرقه لو حابين فوق الايه؟ معلقه من المرقه كده فوق الرز ده، انا ما بحبش بس احط مرقه كبير كتير على الفته لسبب ان هي بتبوش العيش، وانا بحب العيش يبقى مقرمش كده. وبعدين هنروح جايين بقى واخدين الكتف اللي تم تسويته من قبل، و الفكره بتاعت تغطيه العظمه بتاعت، ممكن اجيبها لكم كده عشان يوريها لكم الاستاذ محمد صلاح، اهو شايفين بقى العظمه اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي، اللي صلاح هيوريها لكم دلوقتي، احنا غطيناها بالفويل عشان ما تتحرقش، لو ما كناش غطيناها كان هيبقى لونها مش لطيف في التقديم، ده السبب الوحيد اللي خلانا نغطيها بالشكل ده. انا كده قدمت طبق لطيف جدا، هو طبق واحد لكن هو طبق رئيسي واساسي في سفرة العيد. تعالوا ناخد الطبق ده كده يلا يا استاذ صلاح، ونروح على السفرة نحط هنا طبق الفتة ونشوف حلاوة وجمال قصدي الطبق
اللي احنا قدمناه النهارده. يلا ده طبق الفته، شفنا ازاي نعمل مرقه من عظم الضاني او عظم البتلو او الكندوز زي ما كنا بنتكلم، ازاي نعمل مرقه صحيحه، وازاي ان احنا صوص الطماطم بقى مع الرز مع العيش وهكذا. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم.